يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يلزم الزوجة الإحداد على زوجها الذي قد توفي؟ هل هو بعد الصلاة والدفن أم حين يبدأ بعد الصلاة ودفنه؟ لا، الإحداد يبدأ من خروج روح الزوج، يبدأ من خروج روح الزوج، تلتزم بالإحداد. نعم. يقول فضيلة الشيخ يبدأ مع بداية العدة، وبداية العدة من خروج روح الزوج، والله المستعان. نعم.